والله لو موجود لمن خذوها الأشحط العريس بعقال أبوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخباركم؟ تمام. أبدأ لكم اليوم مقطع جديد. إيش اليوم المقطع؟ عارفين من العنوان يعني إيش؟ إيش غبي أنا؟ قد تتفهمني على التيك توك. ليش؟ لأنه ما عندي محتوى، وهذا من السلسلة اللي تكون بست شهور. لا تنسوا لايك واشتراك، سبت موجودة تحت صندوق الوصف، أكثر شيء موجود على انستغرام. إيش؟ ثرونا يوم رحت أخذ البراشيم من خوي ودهمنا الستات، سويت نفسي معيسها. طبعًا اللي ما يعرف إيش يعني ثرونا اللي هو شيء، هو هي كانت تروباك اللي شيء صار قديم، لكن ثرونا شيء صار الحين. شوفون. استغفر الله العظيم العلم والفكرة. في واحدة كاتبة كل ما قال شيء طلع الصوت. واحدة كاتبة الصوت افطرت كنتاكي. بعيدة بعيدة. استغفر الله العظيم. What are you doing, huh? رجعت شق انت مكان عادي قاري قهر. Oh my god, watch your fingers. Oh my god, you're so good. That was actually really impressive. Oh, the other side? Oh, nice. Wow, you're amazing. What the fudge? Oh, that's crazy. والله صوته أحيب الله ياخذك. أهلا بيكو بقى. آخر حل للدراسة حاليا فقط متلازمة زنقة. بخدم كل الطلبة والبشرية في الفيديو ده. طبعا كلنا حاولنا نحفظ قبل الامتحانات، دخلنا نسينا جوه الامتحان، أنا نفسي كده ياما نسيت جوه الامتحان وكده. ما كنتش نفسي إني أضطر في يوم إني أتجه للدجل والشعوذة. هتجه لهم عشان أحفظ بطريقة سهلة ويسيرة، بس هساعدكم إن أنتوا برضو تعملوا نفس الطريقة. يعني ما اعتقدش ان حد غيري بيستخدم الطريقة. باختصار شديد انا بمسك ملزمتي كده اهو، جبت اول صفحة زي ما انتم شايفين، اول صفحة من الصفحات المعقدة. جبت اول صفحة بشغل اهات حزينة بالمنظر ده، امشي ايدي على الصفحة رايح راجع، اقفل اهاتي الصفحة تحفظ، الصفحة تحفظ، دخلت جوه الدماغ ما من بره بنطنشها وراجع. يعني الموضوع جميل جدا وإفكتيف جدا يعني. استاهل تعليم عفيف. حنا استغفر الله العظيم. ابليسك يا شيخ يلعن ابليس. انا كنت مسوي سكرين شوت وحاطه ستوري حاله، بعدين قريت تعليم عفيف تلاشت انا مو عفيف. اغرب قضيه تعدد زوجات، شخص توفى واثناء دفانه راحت حرمه تبي تعزي اللي هي زوجته، تبي تقعد يعني تودعه و زوجته خلص. واكتشفت ان في 3 نساء معاها ويبكون، فهي وهي قاعد تبكي تقول الله يرحمك كنت زوج، كنت اخو، كنت حبيب، كنت صديق. فتشوف هذيل الحريم قاموا عليها، لا هذا وحده تقول هذا ريلي والثانيه تقول هذا ريلي، فطلعوا ان هذيل الثلاثه ايضا حريمه، الريال متزوج. الله يصلح. ما خلصت. عارف انه هو متزوج، وطبعا المشكله مو هني، المشكله سالفته نايم. المشكله ان الاربعتهم كانوا مغطين ويوهم. يا اخي انت لازم تصيرين حق اللي ينكتون. زينب يعني زينب. ياك نودي نودي تشقاي نودي، لقيتي عدوزك ضعيفه ولقيتي شي وحدك وراكي نايض. كنت فكرت تسال الفرنسي؟ قسم لك تفكر تسال الفرنسي لك تاع بليس. انا بحب حمص. بيجي معه افوكا وبيجي معه بندوره وبصل كثير طيب. يلا اعطينا. اوكي مقبوله. وفي عندي ارسكويك سلطه. ارسكويك سلطه بتجي بينعمل فيها شو على الطاوله اذا بدك تنزلي شيء. شو هي؟ ارسكويك سلطه. شو بيجي بعد؟ كينوا روكا، بندوره، ستروبري، افوكا. بدك ماكلخ. طاهر القلب نقي. لعب مو فيها اوكي، لعبة جحش بكثرة. هي سورية
هو سعودي. استغفر الله العظيم يا أخي، قسم بالله ناس. يعني هاي مرتك أنت، تمام؟ مرتك أنت لحالك. أنا إيش العلاقة تفرج عليها؟ لذا كنت عاد ولا يهمك ولا يهمك. داري أكو أنتك مو. بندوق يشق. جايين كوب عفش من درستنا. سلام عليه تعهد، انتبهوا عليه تعهد، واحد كتب عليه تعهد. لونهم عندي لا افصلهم واحولهم للوزارة. هذه ظاهرة قاعة جديدة، يعني مثلا انا بثانوية الرياض اجي انا افتح لحساب تيك توك اسمه ثانوية الرياض بالرياض، حلو؟ حلو، اسب المدرسين، اسب الادارة، اسب كل شيء، اسب كل شيء، اسب كل شيء، واخر شيء عليه تعهد، واني ما ادري ايش، انا ودي اسويها. يا يعني في عندنا مدرس كريه، في عندنا مدرس كريه وعنصر تعرف نفسك، الله لا يسامحك، قسم بالله الله لا يسامحك يا رجال، روح بس، بعدين انت كل تراب ترى تكون خر بعدين. احس شوية جيلنا احنا شوية مدلع، يعني زمان ما كان يمرض امراض نفسية. احنا جيلنا اروح اقول لواحد انت ليش شعرك احمر؟ يكتئب. مع انه شعر احمر انت بس أقل. زمان يجيك عنده وسواس قهر وانفصام وثنائي قطب يحط فيكس هو عادي. حتى تخش تيك توك تلاقي كل البوستات عن الصحه النفسيه امراض، لانه جيل انا يحسب كذا كل شيء يقول مرض. هو يقول لك اذا انت كنت تنام الى بعد العصر فانت تهرب من الواقع. لا انا تغديت بخاري، تبغى تفهمني؟ هذا بطل توا، وقسم بالله يعني افضل شيء في الستاند اب كوميدي. كلك تغدوا بخاري مرضى، ايش فيه؟ شفت بوست مكتوب فيه انه الانسان الطبيعي ينحضن 12 مرة كل يوم. 12، شوف في واحد هنا ما انحضن 12 مرة في حياته. سوى كذا. طالعت فيه دمعت كيف؟ الحضن لازم قبله فيه سبب منطقي، اقول انت مسافر يلا مع السلامة. انا اخوي من الساعة رايح الدوام جيت حضنته قال لي ما عندي فلوس. بعد خامس حضن اهلي توتروا مني في البيت. ابوي ناداني قال لي وقت انت كويس؟ انت تمام؟ ليه قاعد تودعنا؟ يا اخي بطل تواب بطل. قحصت من نفسها. هذول الابطال صوتهم مره بطل، قسم بالله. هذا الضوء إذا قام لك يدبل. ميسي ميسي خلص المقطع، فشل هذا. الإمارات تشجع ميسي، بي عندك الإمارات عدلها يا حبيبي. بعدين أنا نفسي أعرف شيء، اللي يشجعون الكورة متعصبين حمير أنتم. يجيك الواحد ممكن تصير ترى مشكلة كبيرة عشان واحد سب لاعب، بدخل عليك وعلى اللاعب وعلى الكورة وعليك كمان مرة ثانية. قسم بالله في عندنا واحد بالجروب زارع أمنا، ميسي كذا، هو في برشلوني كذا، لك يا ابن الحلال والله مو عاطيك وجه ولا يعرف عنك شيء، ولو شافك تفر بوجه. اللهم لا شمت، استغفر الله. بدخل على حساب صالح. الوداع وذكريات الحب في ليلة مطاف، كلمتك يوم تبسم أنا لك وانت لي، وما بقى لي في غيابك غير هذاك العطر. درب الهوى ما فيه كسب وخسران، دم الحبايب بين بايع وشاري، يطلب خفوقي كل حاسد وخوف، يا ليتني باسم العالي باسم العالي بين الكواكب ارافقها وارتاح من وضعنا الحالي، دنيا يغشك منافقها. اقسم بالله افضل تيم شفته بحياتي، انا واخوي لقنينا كنا قاعدين هبل تهبل.
حمد مو صاحي خلوه حمد كله العفو حمد صحبه نقطه حمد مو يا حمد حمد مو صاحي خلوه حمد كله سدوا عليه يا الباب يمه يا يمه يا اردني اعوف شلون يا يمه سمعي سدوا علي الباب وصوان علي شوف كم عنده متابعين 300 بس والله حرام استهلك ربي والطيبه انعافت من الدنيا شفنا الهد بالدمع ما ظل حد هن السهر والليل صعب وانا ادري بك تحبني ما تقدر تفارقني ولي عقهر عايفني كل اللي احد ابو حسره مدري شحجالك عني خلوك تزعل مني حبيبي لا تكسرني فدوه مني لا تتبرى شباب صوت بطل قسما بالله صوت بطل يعني كذا ليفل ماكس هنا هو هنا قسم بالله جبار ما شاء الله عليه وبعدين اللي كنت اغني انا كنت اهبد انا حافظ ان ربع اغنيه اهبد بعدين من راسي اوكي شباب لان وصلنا نهايه المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وحساباتي تحت صندوق الوصف اكثر شيء موجود في انستغرام وهذه بدي اشكه بس المشكله جايبين عذاب حتى تقدر تجيب الورقات مع السلامه حبيبي لا تقهرني ادري بيك تحبني يلعن ام العاجل خبرك علي